السلام عليكم، هلا فيكم في فيديو جديد. واخيرا اخيرا طلعت تسريبات لحق الاي 14، معالج الايفون القادم، الايفون 12، ايفون 12 برو، اهم شيء الايفونات اللي راح تنزل في سبتمبر. الكل يعرف الاي 13 اللي موجود الحين على ايفون 11 11 برو 11 برو ماكس قوي ممتاز ويحافظ على البطاريه، في ميزات كثيره لحق اللي تستخدم الجهاز، معالج ما يشتغل جميع النواه فما يستهلك بطاريه كثير، فالاي 13 الموجود ممتاز. لكن الكل يعرف ان في الايباد برو اللي هو الاي 12 اكس اللي هو اقدم من الاي 13 الى الان قوه المعالج اقوى بكثير من الاي 13، اي 12 اكس اقصد، مش الاي 12 اللي موجود في ال 10 اس، لان ال 10 اس وال 10 اس ماكس وال 10 ار نزل عليهم اي 12، الايباد برو نزل عليه 12 اكس يكون 80 نواة والسرعة كلوك سبيد حق المعالج اقوى ومعالج الرسوميات اقوى. لكن الاي 13 الى الان اقوى من الاي 12 لكن مش اقوى من الاي 12 اكس، الاي 13 موجود في الايباد. لكن الان نزلت تسريبات مثل ما نشوف عندكم بالصورة، اي 14 في السنجل كور 1658 مقارنة بالاي 12 اكس اللي موجود في الايباد برو 1110، ف 600 نقطة، قريب 600 نقطة في جميع النواة في الـ A14 4612، وجميع النواة في الـ A12X اللي الآن ممتاز وقوي 4568، ما في فرق كثير. ليش؟ لأنه ستيل الـ A14 راح ينزل بسداسي النواة، الـ A12X يعني الـ X لحق الإيبادات كلها يكون 8 نواة، فالمجموع النواة راح تكون أسرع هناك. فلو نشوف النقاط أو السكور كاملين لحق البنش مارك راح يكون في الـ A14 8259 وفي الـ A12X 8831، فا أوكي. لكن كسنجل كور في قفزة قوية، يعني أخيرا شفنا معالج آيفون راح أو معالج الـ A بدون X راح يكون أقوى من الـ A بالـ X، أو إنه على الأقل يوصل له يعني في المرحلة. فتخيلوا الـ A14 راح يكون كذا القوة، تخيلوا الـ A14X كيف راح يكون؟ هذا اللي أنتظره أنا. الـ A14 العادي راح خلاص اخيرا راح يقايش الاي 12 اكس، فالاي 14 اكس كيف راح يكون؟ بس هذا الفيديو هذا كل شيء. فالمعالج راح ينزل بالبدايه، اول ما راح ينزل على الايفون 12 في سبتمبر، بعدها اذا نزل ايباد بعد سبتمبر او في سبتمبر، اهم شيء انه راح الاي 12 الاي 14 راح يكون حق الايفون، بعدين بعد سبتمبر اذا نزل اي جوال او اي ايباد راح يكون عليه الاي 14 اكس، اي ايباد برو مش الايبادات العاديه. اما الايبادات اللي قبل سبتمبر راح يكون عليهم، اللي صار الايباد برو قبل سبتمبر راح يكون عليه الاي 13 اكس اذا نزل ايباد برو. فانا انتظر على الاي 14 معالجات السنه 2020. طبعا الشيء اللي من صالحه والشيء القوي حق المعالج، طبعا لو بنشوف برضو الفريكونسي يوصل تقريبا 3090 ميجا هرتز، طبعا طلعت اشاعات برضو انه وصل 3200 3300، ولو نشوف لحق معالج الايباد اي 12 اكس راح يكون 2490 ميجا هرتز، ففي فرق، في فرق كبير، خصوصا الـ A14 راح يكون مبني على الـ 5 نانومتر، أول معالج راح يكون السنة هذه 5 نانومتر، فالـ 5 نانومتر ذي أشياء كثيرة راح يكون فيها، الكلوك سبيد راح يكون عالي بدون أي شيء، المعالج راح يكون قوي بدون حتى أو تعديل في أي شيء، لأن كل معالج كل ما يصغر المعالج من الـ 7 نانومتر راح يكون 5 نانومتر، صرف بطارية راح يكون فرق كبير ملحوظ، حتى لو إن البطارية نفس البطارية قديمة، لكن مع معالج أصغر ما راح يستهلك بطارية كثيرة. بس هذا الفيديو هذا كل شيء، فأنا متحمس كثير حق الـ A14 وبرضه الـ A14X، بس معالجات الـ A14 يعني متحمس لها كثير. فاكتبوا لي تحت في التعليقات هل متحمسين أنتم أو متحمسين حق المعالجات الجديدة اللي بتكون بالـ 5 نانومتر والـ A14 والـ 5G بيكون فيها وكل شيء. أنا بدي أشوف كيف الـ 5G أبل بتحطه، هل راح تخليني استخدم الجهاز بال 5G ولا ما راح استخدم الجهاز بال 5G؟ الجهاز هل راح يسخن ويسرب بطارية وكل شيء؟ لان تخيل يكون في 5G يكون مثلا عليه 120 هرتز الريفرش ريت حق المعالج او حق الشاشة، والبطارية كيف راح تكون؟ كيف الحالة راح تكون؟ بس لان الكل يعرف انه في الاندرويد ما تقدر تشغلهم كلهم، يعني ال 120 لو تشغلها والكواد، يعني لو انك تشوف جهاز في 120 ويكون الريزولوشن حقه فوق ال 1080 وتشغل عليه 5G، خلينا نشوف كيف يستحمل الجهاز حقك والحراره كيف تستحمل. لكن ابل خلينا نشوف ايش بتسوي، مع ان الايباد ما في فرق بينه، الايباد الجديد الموجود عندي 120 هرتز اللي هو برو، ما في فرق بينه وبين الايباد القديم اللي ما في 120 هرتز كاستخدام الشاشه وكل شيء، ما في فرق. فابل مسوي حركه في المعالج وكل شيء، يعني تبني المعالج تبني دقه المعالج يكون مبني لحق ذا الشيء،
فنشوف مع معالج 5 نانومتر على مع 120 شو بيكون، شوف الفرق بينه ومع الفايف جي ومع الايفونات اللي موجوده الحين. بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وملف المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعائكم، والسلام عليكم.